السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله يا ربنا، ولك الملك كله يا ربنا، وإليك يرجع الأمر كله يا رب العالمين. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. شبابنا الجميل، بناتنا، دم قلب الإسلام يا جماعة، يعني سبحان الله العظيم. النهاردة عايزين نفتح شباك جديد، عايزين يدخل على قلوبنا نور جديد، عايزين نفتح شبابيك على حياة الشباب وعلى حياة المجتمع وعلى حياة الأمة. عايزين النور يرجع تاني يا جماعة، عايزين النور ينور قلوبنا تاني يا أخوانا. يعني كنا مرة نازلين جولة بنكلم الشباب في الشارع وبنقف مع شباب، فلقيت شاب واقف جايب عربية وفتح الشنطة بتاعتها ومركب طقم صوت ايه بقى من اللي هو ب10,000 جنيه ولا حاجة، وقالب الشارع بصوت الاغاني، والشاب واقف بيرقص بحقه حقيقي، يعني مش بيرقص بحقه حقيقي، والشباب واقفين حواليه مبهورين. واو بقى بيج، واو بقى، مين اللي عايش طحن اخر حاجة ده، مين اللي روش طحن اخر حاجة ده وواقف يرقص على الاغاني. بدأنا يعني انا بعدت عنه كده، واحد اخواني قام داخل متكلم معاه، سبحان الله العظيم. صاحبي بدأ يقول له كلام لمس قلبه، الشاب قلبه اتلمس بالكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. فتخيلوا الشاب قال لصاحبي ايه، قال له انا من 3 ايام كنت بحاول انتحر، انا من 3 ايام كنت بحاول انتحر. قال له ما انت واقف بتضحك ليه، انا واقف بضحك وقلبي بيبكي، انا واقف بضحك وقلبي بيتقطع. الالم النفسي اللي الشباب عايشين فيه، العذاب النفسي اللي الشباب عايشين فيه، شباب عامل زي واحد ماسك مسمار وقاعد يدق على دماغه ويصرخ. طب انت بتصرخ ليه، طب انت اللي بتعذب نفسك بنفسك. يقول لك مفيش جديد، اعمل ايه. الكلمة دي سمعتها كتير قوي من شباب، في كل جولة يمكن اكلم فيها شاب ويفتح قلبه يقول اعمل ايه، انا الملل، انا ما عدتش لاقي حاجة اعملها، مفيش جديد. اليأس، الاحباط، الاكتئاب، التوتر، مسألة الاكتئاب والامراض النفسية عند الشباب بقت يعني ظاهرة مرعبة. مفيش جديد، لا ده في جديد كتير قوي. مع ربنا الحياة كلها جديد، في جديد يا جماعة. مع ربنا الحياة كلها متعة، مع ربنا الحياة كلها سعادة، مع ربنا الحياة كلها فرحة. لما بقعد اتخيل كده، اول مرة يا جماعة، اول مرة هتشوفي فيها ربنا، اول مرة هتشوف ربنا بعينيك، اول مرة هتنظر لوجه الله سبحانه وتعالى، نور الشوق ده لو دخل في قلوبنا هيغير حياتنا. اول مرة هتسمع فيها ربنا، اول مرة هتشوفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وتتكلمي معاه، اول مرة هتشوف ابو بكر وعمر، اول مرة هتشوف زوجتك في الجنة، اول مرة هتشوف زوجتك وتبصلها. ربنا سماها الحور العين، البعض قالك الحور من حيرة العين، مش عارفة تبص لايه وتسيب ايه من جمال الملامح. وده وصف زوجتك في الجنة، وده وصف زوجك في الجنة. اول مرة هتشربي من عصاير الجنة، اول مرة هتاكل من مشويات الجنة، اول مرة هتاكلي من ثمار الجنة، اول مرة هتسمع ربنا بيقولك يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، مرضية. ده ربنا بيكلمك انت، ده ربنا بيكلمك انت. اول مرة هتسمع ربنا بيناديك باسمك، باسمك انت. يا ده الشباب حارمين نفسهم من جنة، والله يا جماعة جنة كلها فرح وكلها سعادة بسبب معاصي، يعني سبحان الله العظيم. معنا اتصال، يعني شاب من الشباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. انا اسف يا شيخنا، بس يعني الواحد يعني حاسس بضيق جامد قوي يا شيخنا. احنا وصلنا ايه لايه يا شيخنا؟ يعني انا نازل يا شيخنا اصلي، فلقيت شباب واقفه جنب المسجد وقريبه من المسجد مشغلين اغاني وقاعدين بيرقصوا، فقلت اذكرهم بالله، قلت اقول لهم كلمه لله سبحانه وتعالى. وقدرا كان لسه مغسل قاعد معايا قبليها بيحكي لي عن شاب مات في الشارع بتاعهم، كان مات وهو بيسمع اغاني وودنه قدام عينه كانت قاعدة بتجيب في دم. قلت احكي لهم القصة دي لعل ربنا سبحانه وتعالى يغيرهم بيها. فجاي لسه بحكي لهم لقيتهم كلهم انفجروا قصص لاصحاب لهم ماتوا يا شيخنا.
وما فيش اي عظة. واحد فيهم بيحكي لي ان هو لسه حادث مات قدامه واحد صاحبه، مات قدامه واحد صاحبه، وصاحبه اللي معاهم بيقول له طب تعالى يلا نروح نجيب المخدرات اللي كنا رايحين نجيبها من حتة تانية، وسيب هو اهله هيجوا ياخدوه. فالغاية امتى يا شيخنا الشباب شايفة الموت قدام عينيها وما بتتعظ؟ احنا هنوصل لايه؟ يعني شاف صاحبه مات وهو رايح يجيب المخدرات، قام جاي رايح يجيب وقام مكمل ده. يجيب مخدراته كمان، مفيش عنده خلاص، ما بقاش حاسس يعني عبوديه للمعصيه، عبوديه للمعصيه، ومش عارف يروح فين. يا شيخنا احنا عايزين نتغير يعني يا شيخنا، الوضع دوت هيوصل هيودينا لغايه فين؟ احنا وصلنا لغايه فين يا شيخنا؟ الوضع في الشارع بقى عامل ازاي، والشباب بقى عامله ازاي في كل حته؟ الواحد بيكلم الشاب دلوقتي بقى خلاص بيقول لك عارف عارف، مش حاسس باللي هو فيه، مش حاسس هو هيوصل لغايه فين. اخر ده كله ايه؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يعني قضية طبعا، يعني ازاي قلوبنا تتحرق على اللي بيحصل دلوقتي في واقع الشباب يا اخوانا. الحفلات الغنائية بتاعت بورتو مطروح وبتاعت رجع تاني يا جماعة، والجمهور الشبابي بعشرات الالوف رجع تاني يا جماعة، والمغني لسه من يومين سجد لله شكرا على المسرح لان المجد بتاعه رجع له تاني، والشباب التفوا حواليه تاني، وعشرات الالوف من الشباب والبنات رجعوا يلتفوا على حفلاته تاني، سجد لله شكر، بيقول شكرا يا رب ان انك انت رجعتني تاني امام من ائمة الفساد. الدنيا بترجع تاني يا جماعة، وفين الدين؟ وفين الناس اللي غير على دينها؟ وفين الناس اللي فاهمة؟ انا شايف اخويا رايح طريق، انا عارف اخر الطريق ده ايه، انا عارف انه بيضيع نفسه، اسيبه ازاي؟ اسيبه ازاي؟ شبابيك، ازاي نفتح شبابيك تنور قلوبنا تاني وتنور قلوب الشباب تاني. انا كنت بكلمكم اول مرة هتشوف فيها ربنا لما النسوة شافوا يوسف، فلما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن، قطعوا ايديهم من جماله. ده لما شافوا جمال مخلوق، امال لما نشوف جمال الله قلوبنا هيحصل فيها ايه يا جماعة؟ اعظم لذة في الوجود لما هتشوف ربنا. بس كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دول مين اللي الشهوات حجبتهم عن ربنا في الدنيا؟ مش هيبقى في حجاب بينهم وبين الله في الآخرة؟ ليه تعرضي نفسك انك تحرمي نفسك من اعظم لذة في الوجود؟ ليه تعرض نفسك لكده؟ اول مرة بعنيك هتشوف جلال وجه الله. ده في الدعاء، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، عظيم سلطان الله والملكوت والسماوات والكون جه بعد جلال وجه الله. يعني جلال وجه الله اعظم من جلال ملك الله. يعني وجه ربنا الجلال بتاعه قد ايه؟ سبحات وجه الله جمالها قد ايه؟ جمال وجه الله لو كشف حجاب النور لاحترق الكون من جمال وجه الله سبحانه وتعالى. انت متخيل اول مرة هتسمع ربنا وهو بيقول لك يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون؟ متخيلة اول مرة ربنا يناديك باسمك انتي؟ انت متخيل اول مرة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام هنشرب من ايديه؟ اول مرة حبيب الله هنشرب من ايديه؟ يعني احنا اتحرمنا ان احنا نشوفه في الدنيا. هتشوفيه وهيحضنك وهياخدك في حضنه وهيطبطب عليك وهيسقيكي بايديه عليه الصلاة والسلام. اول مرة هنمسك ثمرة من ثمار الجنة كده وناكل منها وتحطيها في بقك. يعني قالك في التفسير ان الثمرة الواحدة من الجنة بتتفتق عن 100 طعم، يعني اكتر من 100 طعم كلهم ابدع من بعض في كل ثمرة من ثمار الجنة، والثمرة اللي بعدها طعم غير التاني. قدرة الله على الابداع لا حدود لها يا جماعة. انت متخيلة اول مرة هتقعدي مع زوجك في الجنة، اول مرة هتشوف زوجتك في الجنة، اول مرة هتشوف جمال باهر بقى، لا نجمة هوليود ولا ملك الجمال عالم ولا ده، انت بتتكلم على جمال الجنة، انت بتتكلمي على جمال الجنة. انت متخيلين يا جماعة اول مرة؟ الشاب بيقول لك مفيش جديد، مع ربنا في جديد، كل يوم هو في شأن، كل يوم بيدي الاولياء عطاءات غير اليوم اللي قبله، كل يوم بيستجيب لاولياء أدعية غير اليوم اللي قبله، كل يوم لما الواحد يرفع ايده كده ويقول يا رب، وافتكر من 6 شهور الأدعية اللي كان الواحد بيدعيها، يا ده ربنا سمع الدعاء فعلا يا جماعة. الأدعية بتتغير كل يوم هو في شأن. النبي عليه الصلاة والسلام بيصحي أمهات المؤمنين، أيقظوا صواحب الحجرات،
ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ كل يوم بتنهمر العطاءات على عباد الله الصالحين، والشباب بالليل سهران على مواقع فاسدة أو على مكالمات في عروض فودافون المجانية، الله أعلم اللي بيتقال فيها، أو على السكايب أو على، وسايبين الملك متنزل وعطاءات الملك منهمرة من الخزائن. وإحنا ماشي امبارح مع أخ من إخواني رايحين نقوم الليل في المسجد مع بعض، فبقول له يا تخيل كده لو ملك نازل بلد وقال لك خمسة يبقوا في استقبالي، الملك مش هيختار غير اغلى ناس عنده. قلت له ملك الملوك متنزل دلوقتي، مش هيخلي اي حد يقف في قيام الليل غير اللي غالي عنده، ده قيام الليل ده اصطفاء، ده قيام الليل ده فتوحات وعطاءات، كل يوم هو في شأن. كلمة بتملأ قلوبنا بالفرح، كأن ربنا بيقول كل يوم هديكوا عطاء غير اليوم اللي قبله، كل يوم هديكوا فتح غير اليوم اللي قبله، كل يوم هديكوا مدد غير اليوم اللي قبله، كل يوم هفرج كرب غير اليوم اللي قبله، كل يوم هبنلكوا في الجنة نعيم غير اليوم اللي قبله، كل يوم هو في شأن. تخيلوا كده لما ربنا سبحانه وتعالى، لما النبي عصام يوصف يمين الرحمن فيقول سحاء الليل والنهار، يعني العطاءات نزلة من يمين الرحمن كالشلالات الجارفة. يا جماعة انا لو بصرف 10,000 جنيه في الشهر وعندي بيت وولاد، غالبا هصرفهم على مين؟ على بيتي وولادي، على اهلي، على حبايبي، على اللي انا بحبهم. ولله المثل الاعلى، الله الخير نازل من يمينه، فيضانات شلالات عطاءات هتبقى لمين غير ليك يا اللي بتقوم الليل؟ هتبقى لمين غير ليك يا اللي بتصوم اتنين وخميس؟ هتبقى لمين غير ليك يا اللي بتغض بصرك؟ هتبقى لمين غير ليك يا اللي ما بتبطلش الذكر لله؟ هتبقى لمين غير ليك يا اللي بتحفظ القرآن؟ هتبقى لمين غير ليكوا يا قوامين يا صوامين، يا اللي بتتقوا الله يا اللي بتبعدوا عما حرم الله؟ هتبقى لمين يا جماعة؟ بيقول لك مفيش جديد، مفيش جديد ازاي؟ الشاب اللي يقول لك مفيش جديد، انا يئست. شاب بعت لي بيقول لي انا هتجنن خلاص، شاب بعت لي بيقول لي انا عايز انتحر، شاب بيقول لي انا كل حاجه عندي اتحرقت، شاب بيقول لي انا حاولت انتحر 7 مرات والسبع مرات انقذوني فيها، بل اكتر من 7 مرات كمان. شاب بيقول لي انا ما عادش حاجه في الدنيا ليها طعم في حياتي. بنت بتقول يا اخوانا، انا بنت بتقول انا حاولت انتحر 2 مرات، انا كل ما اتقابل مع الشباب الاقي امراض نفسيه وعذابات نفسيه. مفيش جديد، يأس، ستريس اند ديبريسد، احباط. مع ربنا كل يوم في جديد، كل يوم هو في شأن، كل يوم في متعة جديدة، كل يوم في فرحة جديدة، كل يوم في نور جديد، كل يوم في أمل جديد. النبي بيقول لربنا عليه الصلاة والسلام، بيقول لربنا سبحانه وتعالى واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يا رب كل يوم تكتب لي عمري فيه، اكتب لي فيه اعمال جديدة وانوار جديدة وفتوحات جديدة. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان كل يوم يقول لربنا في الصباح اللهم اني اسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته. ايدك يا رب، كمان يا رب، كمان يا رب. وانا واقف بقرأ الفتحة بستمتع وانا بقول اهدنا الصراط المستقيم، بقول يا الشاب قبل ما يلتزم بيقول اهدنا الصراط المستقيم، التزم يقول اهدنا الصراط المستقيم، بقى شيخ يقول اهدنا الصراط المستقيم، بقى امام يقول اهدنا الصراط المستقيم. النبي كان بيقول يعني ايه؟ طب ما انا هديتك، ما عدتش تقولها، لا كمان يا رب، كأنك كل صلاة ربنا استجاب وهداك، كمان يا رب، كمان يا رب. زي كلمة سيدنا ايوب لما السماء مطرت عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، هي السماء بتمطر ذهب؟ والله العظيم السماء مطرت ذهب على سيدنا ايوب، السماء بتمطر ذهب على عباد الله الصالحين يا جماعة. سيدنا ايوب قعد يلم الجراد وقال ومن يشبع من فضلك يا رب؟ كمان يا رب، اديني كمان يا رب. حياة الصالحين كلها عطاءات. اول مرة هتشوفي ربنا، يا ترى قلبك هيبقى شكله ايه؟ اول مرة هتشوفي النبي، اول مرة هتشوفي زوجك في الجنة ولقاء الحب اللي بينكم في الجنة هيبقى شكله ايه؟ اول مرة، اول مرة يا جماعة. تخيل وانت داخل القبر، سبحان الله العظيم، كنت مع بعض اخواني في الزيارة للمقابر من يومين،
فبقول لهم يا جماعة القبر درجات النعيم بتاعته. في واحد بيفسح له 70 شبر في 70 زراعة في 70 زراعة ويقال له نام نومة العروس، خلاص انت من اهل الجنة، نام بقى ليوم القيامة. وواحد تاني يفضل حي في القبر ويعرض عليه مقعده من الجنة غدوا وعشيا، ويأتيه الرفيق الصالح يؤنسه اللي هو عمله الصالح، وواحد تاني يلحق بالصالحين من اهل زمانه يتنعموا بالصحبة الى يوم القيامة، وواحد تاني ملوش دعوة بالقبر ده خالص. الابرار بقى يطلعوا في الجنة يسرحوا في انهار الجنة الى ان تأتي يوم القيامة. قلت لهم انتوا عارفين مين اللي بيقعد في القبر ومين اللي بيطلع للسماء قبل يوم القيامة؟ يا جماعة ساعات واحد يقولك محبوس 40 يوم على ذمة القضية، اللي لسه عنده قضايا هيتحاسب عليها يوم القيامة ده مش هيسيب القبر حتى لو هيبشر بالجنة. انما اللي مفيش عليه شهوات ولا شبهات، الذي لقى الله وليس عليه خطيئة، ده بيطلع فوق، بيطلع فوق يعيش في الجنة إلى أن تأتي القيامة. حياة مع ربنا جميلة، حياة مع ربنا ممتعة، الحياة مع ربنا مبهجة. ربنا فرحة قلوب الصالحين وأمل قلوب الصالحين. يا شباك ده خلينا نور جميل قوي النهاردة، نور الأمل، نور الفرح بالله، نور الشوق لعطاءات الله. الشاب اللي بيقولك مفيش جديد ده بعيد عن ربنا، مع ربنا كل يوم في جديد وكل يوم في فرحة. يا رب اللهم إنا نسألك عيشة هنية، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم أفرح قلوبنا بمعرفتك، اللهم أسعد قلوبنا بقربك، اللهم اشرح صدورنا بهداك يا رب يا رب يا رب. اللهم لا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدلنا، اللهم اهدي شبابنا وفتياتنا يا رب، اللهم انزل هداك علينا جميعا يا رب. اللهم كل مكان عصاك فيه الشباب حوله وبدله إلى مكان يطيعونك فيه يا رب، وينتشر نور الهدى منه يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.